زي ما شفتوا معانا في الفقرة اللي فاتت قد إيه شبابنا مميزين في يعني الأفكار اللي بيقدموها في المشروعات الخاصة بيهم، لكن كمان هم أكثر تميز في فكرة إن هم يوعوا ويثقفوا ويغيروا صورة ذهنية عند الآخرين. الدار أمان دي حملة لمجموعة شباب قرروا يعملوا مشروع تخرج بيتكلم عن الأيتام بعد بلوغهم سن 18 سنة. هدفها توعية المجتمع بالتحديات اللي ممكن يواجهها الأيتام في حياتهم بعد 18 سنة، وشعار الحملة ضمة مش فصلة، بمعنى ضم الأيتام ودمجهم في المجتمع ومنع فصلهم. استفاد القائمين على الحملة بمعلومات أكتر من حملة يعني وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن كمان، وتعاونت الحملة مع وزارة التضامن الاجتماعي علشان تحصل على المعلومات أكتر بشأن أو فيما يتعلق بالأيتام، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي عندها مشروع اسمه كريم النسب. إحنا ضيوفنا النهاردة مشرفينا أرام أشرف وتقى ناصر وإنصاف عزام، أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. يوم سعيد. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. أبدأ بأرم، إحنا بنتكلم الدار أمان، ليه اخترتوا الفكرة دي تحديدا كمشروع ليكم؟ علشان إحنا لاحظنا إن كريم النسب مش مضمون في المجتمع، محدش بيتكلم عنه، محدش بيحاول إن هو يشوف مشاكلهم في الدار بتبقى عاملة إزاي، واخدين دايما فكرة عنهم غلط إن الكريم النسب غير مؤهل تعليميا، مش بياخد كورسات كتير، خلاص يعني المجتمع باني فكرة عن اليتيم غلط أو عن كريم النسب غلط. فإحنا عن طريق حملتنا بنبين لهم خلال الدار فترة الدار اللي هم كانوا قاعدين فيها اللي هي 18 سنة إيه الحاجات اللي اتعلموها وحياتهم ماشية إزاي، عن طريق كورسات، معاهد يعني وركشوبس بيعملوها، رسومات، فنانين منهم مثلا بيطلعوا منهم مغنيين، بيطلعوا منهم ناس بتعرف ترسم. فاحنا في فترة الدار الأيتام بنوعي المجتمع الحاجات اللي هم بيبقوا عاملينها عشان لما يخرجوا للمجتمع يبقوا مؤهلين تماما للتعامل، انهم يشتغلوا مع المجتمع عادي، يتعاملوا معهم عادي، والمجتمع يبقى متقبل ضمهم في المجتمع. ايه اللي بداتوا تشتغلوا عليه وانتوا بتجمعوا المعلومات علشان تبداوا الحمله بتاعتكم، خاصه ان انتوا كمان قابلتوا ان وزارات الدوله المختلفه زي وزاره الشباب والرياضه والتضامن الاجتماعي عندهم مشاريع مهمه قادره ان هي تمدكم بالمعلومات، وقادره كمان ان هي تساندكم في الفكره اللي انتوا بتشتغلوا عليها حمله الدار امان؟ احنا بدانا الاول ان احنا بنعمل ريسيرش عشان نعرف هم بيكون عندهم ايه، بس في منهم كتير قوي بقى عندهم مواهب فبيقدروا ان هم يبقوا في المجتمع زيهم زي اي حد، وخاصه لما بيخرجوا من الدار بعد 18 سنه فمحتاجين ان المجتمع يكون متقبلهم اكتر، وان هم بيكون عندهم مواهب كتير قوي زي ان هم بيرسموا وبيغنوا. انتوا قعدتوا تتناقشوا معاهم ولا عملنا ريسيرش شخصيا يعني وقابلنا عملنا انترفيو مع كذا حد منهم، كريم النسب يعني هو وزارة التضامن الاجتماعي غيرت اسم يتيم لكريم النسب، فقابلنا يعني. طب ورأيكم في اختيار الاسم ده ايه؟ شفتوه مناسب اكتر، شفتوه معبر اكتر، هو مناسب اكتر ليه؟ هو مناسب بس في ناس بتبقى دايما ضد الفكره دي عشان بيربطوها بالنسب، فهو كريم النسب ما ينفعش ان هو يتربط بالنسب، ففي ناس معه وفي ناس ضد، بس احنا كطلبه يعني من طريق حملتها احنا الصراحه بنأيد الاسم ده علشان بيشيل فكره اليتيم ان هو يتيم الام والاب، هو اليتيم مش شرط يكون يتيم وام اب بس، يعني في ناس عندها اهالي وبيبقى يتم الاخلاق، يتم ما عندهمش معلومات كافيه، ما عندهمش وعي كافي عن المواضيع دي. جميل صحيح. طب انصاف، انتوا ازاي بداتوا ان انتوا تنفذوا الحمله على ارض الواقع؟ بداتوا تجمعوا المعلومات بعد كده؟ ده كان فترة الريسيرش، بدأنا نعمل انترفيوز والكلام ده، لكن بعد كده ابتدينا ان احنا مثلا ننزل البازارات نعرف الناس اكتر عن حملتنا، لو كان في اوبن داي في الجامعة، واكتشفنا ان احنا من خلاله اصلا التارجت اودينس بتاعنا كان من سنة 18 لسن 30، اللي هي الفترة بتاعت كريم النسب ما بيواجه المجتمع فيها بعد خروجه من الدار. ايه المشكلات اللي هم قالوا لكم عليها بيواجهوها وكنتوا حريصين انكم وانتوا بتوعوا الناس وتتكلموا في حملة الدار امان انكم تأكدوا عليها، ان التصرف ده بيضايقهم، ان الاسلوب ده في التعامل موروث غير دقيق؟
زي ان هم لما بيجوا يقدموا على وظائف ممكن يكون الشخص اللي بيقدموا عنده او الانترفيور اللي بيعمله مثلا او البيزنس اونر بيكون مش متقبل الموضوع قوي وبيبقى شايف انه انت جاي من دار فلا انا مش هقبلك عندي مثلا، او ان هم لما بيدوروا على شقق عشان يشتروها او حتى لو بيدوروا على شقق ايجار وكده فلا بيكون في يعني رفض من المجتمع. وكمان مشكلة مشتركة برضو اللي هي الزواج مثلا، هو يعني لما يجي يتقدم لبنت ممكن أهلها ما يوافقوش عشان هو يعني كريم نسب. طب انتوا الأفكار اللي حطتوها علشان تقدروا تغيروا الموروث الثقافي ده عند الناس للناحية الإيجابية مش الناحية السلبية، إيه الأفكار اللي حطتوها كده في ورق وبدأتوا تفعلوها على أرض الواقع عشان تقدروا تساهموا في التغيير؟ الموضوع محتاج وقت أكيد طويل يعني. أكيد احنا عاملين برضو سوشيال ميديا بلاتفورمز وبننزل عليها ان هما مثلا هما على الأقل زيهم زينا عادي، في كتير منهم عندهم مواهب يعني، في كان طفل عنده 13 سنة عنده موهبة الرسم يعني هو كان يعني بجد تحفة بيرسم حلو قوي، في كريم نسب تاني عنده موهبة الغنى، فاحنا يعني بنقول لهم ان هم لا كلهم زيهم زينا. عملنا بودكاست مع كريم نسب وبرضه نشرنا الحلقة بتاعته عندنا على صفحتنا، تمام الناس تسمعها والناس تشوف اللي هم لا طب نديلهم فرصة يعني هم نضمهم معنا في المجتمع ما نفصلهمش عننا. طب تقع هنا يعني نقدر نقول انتوا بتستهدفوا الاثنين، بتستهدفوا كريمي النسب وفي نفس الوقت بتستهدفوا عناصر من المجتمع علشان يكون في قدرة على دمجهم عشان يكونوا متقبلينهم اكتر وبيعملوهم زيهم زي اي حد طبيعي، لان هم زينا بالظبط يعني عندهم مواهب وعندهم كل حاجة زينا بالظبط بس هم ما اختاروش حياتهم، فهي دي الفكرة. طب انتوا شفتوا ان المشكلة بالنسبة لهم بتبدأ وهم لسه في الدار ولا بعد ما بيخرجوا من الدار ويبداوا يحتكوا بالمجتمع؟ الاكتر لما بيخرجوا من الدار، لما عملنا ريسيرش لقينا ان هم لما بيخرجوا من الدار هم طول حياتهم عايشين في دار ويعني متعودين على نظام حياه معين، لكن بعد ما بيخرجوا بيبداوا ان هم بقى دي مرحله الاستقلال، بيبداوا ان هم يستقلوا بنفسهم يدوروا على كل حتى حاجه حتى هم في الدار لسه بيتعاملوا بيقولك اخويا بالظبط، بيتعاملوا باخوات المصطلح بينهم وبين بعض، بيتعاملوا ان ده بيتهم وان ده الامان بتاعهم، لكن بمجرد ما يخرجوا بعد 18 سنه بيبقى الموضوع مختلف شويه. ايه الصعوبات اللي واجهتكم في وانتوا بتشتغلوا على الحمله؟ يعني مثلا لما كنا نيجي نعمل انترفيو مثلا مع كريم النسب احنا كنا اللي هو قلقانين ان احنا مثلا نضايقه او كده، فدي اللي هو كانت تبقى بالنسبه لنا خلي بالنا اختيار المفردات بالزبط اللي هتتكلمي بيها بالظبط لو نحافظ على مشاعره، اللي هو دي كانت حاجه اللي هو بنلاقيها ان هي صعبه شويه بس الحمد لله الموضوع بيعدي. ايه تاني صعوبات؟ هو اكتر حاجه كانت مواجهتنا مع كريم النسب شخصيا ان احنا لما بنقف نتكلم معاه ان احنا بنبقى طبعا واخدين بالنا من كلامنا معاه، مش عايزين نحسسه ان هو مش مضمون معنا في المجتمع، احنا بنكلمه علشان نحل مشكلة من المجتمع مش بنحل مشكلة مش منفردة، مش بنتعامل معاك كحالة بالظبط خالص. تمام. يعني دي مشكلة كانت بتواجهنا حتى ممكن كنا بنقع في الكلام غصب عننا واحنا بنوعيهم، فدي طبعا مشكلة. طيب أساس انتو المشكلة بتوعوا المجتمع وبتوعوا كريم النسب، الكلام اللي كنتوا بتتكلموه في توعيتهم ايه الحاجات اللي كنتوا بتقولوها لهم علشان يقدروا يعني ينغرسوا كده في المجتمع من غير ما يكون عندهم حساسيه مفرطه؟ اصل احيانا يبقى عنده هو حساسيه مفرطه من اي كلمه او اي اسلوب بيتبعه معاه الشخص الاخر يعني في الحياه. هو في 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 منهم بيبقى اوريدي متقبل فكره نظره المجتمع ليه عشان هو فاهم ده، يعني في ناس بتبقى متقبله من كريمين النسب متقبلين فكره ان المجتمع شايفهم بالنظره دي، وفي ناس لا، في كريمين النسب بيتاثروا وبيشوفوا نظره التعاطف موجوده في عيون الناس. كانوا بيقولوا ايه اللي هو النوع الثاني ده؟ كان بيقول ايه النوع اللي هو اللي هو مش متقبل او عنده الحساسيه زياده في الموضوع؟ ما بيعرفوش يتعاملوا مع الناس، بيبقوا دايما منعزلين، ما بيعرفوش يندمجوا. يعني في كريم نسب قعدنا معاه وقال لنا ان هو كان مقدم على شغل والانترفيور يعني ما جابهاش بطريقه صريحه بس قال له ان هو احنا مش مأمنين لك، يعني مش هنعرف نديك الامان عشان انت تابع لكريم لدار امان يعني. فدي من المشاكل طبعا اللي بيواجهوها انهم شايفين انهم منفصلين، فبيحاولوا انهم يبينوا للمجتمع ان هم
مننا ان هم مضمومين معانا. تعاونكم مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، الفكرة جت منين واشتغلتوا مع بعض ازاي؟ ازاي ساعدوكوا؟ ازاي ساندوكوا؟ ايه اهم الحاجات اللي يعني دعموكوا فيها علشان تقدروا تكملوا الحملة بتاعتكم دار امان؟ هو طبعا الوزارة التضامن الاجتماعي هي المسؤولة عن مواضيع الايتام مثلا، او يعني مسؤولة عن الدور كلها. طبعا بالضبط. فطبعا فكرنا وقلنا للدكتور بتاعتنا في الجامعة المسؤولة عن مشروع التخرج ان احنا لو رحنا وتعاوننا معاهم، حاولنا ان احنا طبعا نوصل للوزيرة لكن ما عرفناش. قابلنا استاذ مجدي حسن كان تقريبا مدير العلاقات العامة في الوزارة، وادينا بقى معلومات كتير اللي احنا نعرف ان احنا ننشرها للناس من خلاله يعني. وكان من اهمها طبعا هو تغيير الاسم اليتيم في الاوراق اليتيميه لكريم النسب، وان مثلا الوزاره برضو بتوفر لهم رعايه لاحقه اللي هي بعد ما بيسيبوا بعد 18 سنة بالضبط. مثلا بيقدموا لهم مثلا شقق سكنية، يعني هما بيبقى شقق مشتركة مثلا كم شخص مثلا فيهم. يعني هو القانون بيقول ان هو عن 18 سنة يخرج من فصل ويسكن في مكان بقى خاص بيه، وفي دور بتأمن لهم ودور لا. هنا انتوا شايفين بنات بيكون ليهم معاملة خاصة. انتوا شايفين ان القانون ده محتاج تعديل؟ شايفين بعد حملتكم دي ان انتوا ممكن تشاركوا في فكرة إعادة صياغة القانون لليتيم إنه يظل في الدار لحد مثلا ما يتجوز، لحد ما يبقى عنده حياة أسرية؟ يعني شايفين إن الوضع الحالي دلوقتي مناسب غير مناسب، ورأيكم إيه؟ ما هي الرعاية اللاحقة دي بيبقوا تحت الدار، يعني لما خلاص بيتم 18 سنة. ما 18 سنة ده ممكن ما يكونش لسه خلص جامعته أو ما خلص. ما هو لسه ما بيبقاش. ما هي الرعاية اللاحقة دي بتبقى مكونة مثلا من 3-4 أفراد في البيت، ده بيبقوا منفصلين منعزلين في بيت تماما بس تحت مسؤولية الدار. يعني الدار بتبقى دايما رقابة عليهم، هم بس بيحاولوا انهم يخليهم يواجهوا المجتمع لوحدهم انه انتوا منفصلين. يعني الاستقلال ده بيكون تمهيد لي بحيث بعد كده يكون ده دمج، ولكن تحت إشراف الوزارة. تحت إشراف الوزارة وتحت إشراف ان هم رقابة عليهم. يعني حتى الدار نفسها بتكون برضو متابعة معاه، أو يعني الحد بيخرج من الدار برضو لسه بتكون على تواصل معاه برضو. وبيكون عندهم انتماء على فكرة بعد كده. أكيد. يعني حتى لما بيكون ليهم حياتهم الشخصية بيرجعوا للدار وبيكون زيارات للدار لأنه اتربى فيها زي ما بيقولوا. هو سن 18 سنة هو سن كويس ان هم يخرجوا من الدار عشان يبدأوا ان هم يعتمدوا على نفسهم، لان هم لو فضلوا في الدار لحد ما يتجوزوا مثلا لا مش هيبدأ ان هو يواجه المجتمع يتعامل معاه، واحنا عايزينه ان هم يتعاملوا مع المجتمع. طب إيه؟